ان الشباب في الساحل الشمالي وفي الحفلات بيطلع يتحلى بحلية النساء. طبعا ده معلوم انه من اجل الشذوذ الذي يمهدون له او يعلنونه، زي ما احتفال الاولمبياد من ايام معدودة خرج فيه الشواذ الذين يعلنون بطريقتهم، ونسأل الله العافية، إضافة إلى السخرية مما جاء يعني يعتقدونه صورة المسيح. السخرية من الأنبياء كفر، هو معتقد أن دي صورة المسيح وبيستهزأ بها على ذلك والعياذ بالله. وخرجوا بعضهم شبه عاري يغنون لإبليس أغانيهم. الحفلة الفرقة اللي جابوها في فرنسا عشان تفتتح الأولمبياد اللي هيجة العالم دي، هي فرقة أول أغنية ليها من حوالي أكثر من 20 سنة أن إبليس هو المدافع المحامي، وبيفخموا في إبليس ويعظمونه. فناس ملاحدة كفرة متشبهين هو الشيطان هو اللي بيلعب بيهم. استعمال الجماجم والنار في الحفلة حاجة عجيبة جدا، لان هو اسمها هيفي ميتالز دي الفرقة، وفرقة تانية كمان عبادة الشيطان، الحفلة اللي كانت هتعمل في سفح الهرم، الفرقة دي كانت هتيجي فيها واتلغت ولله الحمد بعد الحملة الالكترونية والاعلامية على مثل هذا الخلل. اظن اذا كان التشبه فقط في الثياب وفي الحركات وفي التعري، حتى التعري بيعروا اجزاء معينة علشان يظهر العورات وانا اذا كان ذلك محرما ملعونا صحيح، فكيف بمن يتحول من رجل الى امرأة او تتحول من امرأة الى رجل باخذ الهرمونات التي تظهر الصفات الثانوية وتنمي بعض الأعضاء التناسلية تمهيدا لجراحة فيها تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. قضية اضطراب الهوية الجنسية الغرب انحرف فيها انحرافا شديدا، في بعض الناس عندهم مرض بأسباب سلوكية في الحقيقة، يعني مش زي ما هم بيقولوا ان اضطراب الهوية الجنسية ده من الجينات اللي موجودة، كذب. هو بيبقى فيه نوع من التربية معين، خلل من الأب أو من الأم يؤدي إلى اندفاع الطفل إلى الطرف الثاني بطريقة غير متوازنة، فيؤدي إلى أن يرغب في أن يكون أنثى كأمه أو أن تكون البنت ذكرا كأبيها. العلاج ده يحتاج إلى علاج سلوكي ومعرفي طويل، وليس ب اختصار الطريق كما يظنون بإعطاء الهرمونات المضادة ثم بعد ذلك تبدأ الجراحة. هذا بلا شك من جرائم الغرب، ومن تبعهم ممن ينتسب إلى الإسلام أو العرب من الأطباء الجهلة ممن يقولون للناس الذين عندهم هذا الداء أنه لا حل لكم إلا التغيير الجنسي. هذا نوع من أغلظ أنواع التشبه إضافة إلى تغيير خلق الله، يعني إزالة الأعضاء التناسلية الذكرية مثلا الذكر والخصيتين، ومحاولة إنشاء مهبل صناعي بالعضلات والجلد الوهمي، وكذلك بالنسبة للأنثى إعطاء وحقن الهرمونات والتي تؤدي إلى نمو البذر حتى يصبح كالذكر، وعمل خصية صناعية من مواد يعني توضع يعني سيليكون ونحو ذلك، منظر فقط والعياذ بالله. كل هذا من الخلل الفظيع، طبعا مع إزالة المبايض والرحم. طبعا من خلقه الله عز وجل على خلقه لابد وأن يتعود أن يعيش بها ويكلم كثيرا. هو
تشرب في المرحلة الأولى من عمره خللا بسبب سوء التربية، أن يكون الأب مثلا خاسي ومهمل، وأن الأم هي اللي مهتمة بالولد وارتبط بها ارتباط غير سوي غير متوازن زي ما نقول، يترتب على ذلك أنه هو يحب أنه هو يبقى إيه؟ يبقى أنثى، وهي بقى تقعد تدلعه وتلبسه حلقان أحيانا وتلبسه فساتين البنات، واحدة تكون مثلا خلفتها كلها صبيان وهي نفسها في ايه في بنت، تقوم تمسك الولد وتعمل ايه تلبسه لبس البنات وتمشيه مع البنات وتعلمه الكلام بالطريقة، بيترتب على ذلك هو اضطراب الهوية الجنسية. طب علاجها ايه؟ زي ما حصل كده، بس ده كان في توقيت صعب شوية، توقيت النشأة، هياخد وقت اطول بعد ذلك، بس لابد من العلاج السلوكي والمعرفي وطريق علاجه طريقه التفكير، نقول له انت تفكر ازاي، وان انت ربنا خلقك بنعمه معينه. وكذلك العكس بقى، ان تكون الام هي اللي قاسي جدا على بنتها والاب هو اللي ايه اللي حنين مثلا، وهو اللي بيراعيها وهو اللي بيشوف رغباتها وهو اللي عايزها تقوم ايه تقوم البنت ترغب ان تكون كابيها. وطبعا بقى للاسف ان في بعض الرياضات في مرحلة البلوغ والمراهقة زي كرة القدم النسائية وزي المصارعة، واللي بياخدوا لها هرمونات معينة عشان تساعد على نمو العضلات، وبعد ذلك طريقة الحلاقة وطريقة الملابس، بيترتب على ذلك ان بيحصل رغبة مستجدة بعد ما البنت تكون كويسة جدا وطبيعية للغاية، اختلاطها بهؤلاء وانها تبدا تلبس زي الصبيان وتستمر في هذا الامر وتاخد تبدا بعد كده تاخد هرمونات، يبقى حصل المحظور العظيم، يبدا بالتشبه وينتهي بالتحول وتغيير خلق الله، وكلها كبائر واخرتها انتحار. هما بيتصوروا من بيقول لك ده انا خلاص استريحت، عمره ما بيستريح، بس هو بيعلن على الصفحات ان فلان كانت بنت وبقت ايه وبقت ولد، بنت اللي وابوها وقف جنبها ولا وقف جنبه وساعدوه، وبعد كده الناس بتنسى وحياته هو بقى تبقى شكلها ايه، تبقى جحيم وعذاب، وغالبهم يفضل الانتحار. سارة حجازي انتهت بالانتحار وهي عندها ازمة في هذا الباب، وسافرت عشان هي مضطهدة يا عيني والعياذ بالله. يترتب على ذلك طبعا الإلحاد، ليه؟ ليتخلص من الشريعة التي تنهاه عن ذلك، يبقى عنده أزمة، الشريعة بتنهاه نهيا قاطعا بلا نزاع وبلا يعني أحد يعتبر في الفتوى أن يقول أن ده يجوز التحول لذكر من ذكر كامل إلى أنثى أو من أنثى كاملة إلى ذكر. هنلاقي كلام الفقهاء مش في المرض النفسي، هيكون في الخنثى الذي علم أنه من نوع معين بالفحص الأشعة مثلا وغيرها للأعضاء الداخلية، يوم يعرف النوع، وإن كان نشأ على ظن الناس أنه نوع معين، يعني هو الأعضاء الخارجية فيها إشكال أحيانا بتنمو وما كل حاجة ولها ما يناظرها في الذكر والأنثى، فبعضها بينمو بطريقة فيها اختلال، وهم يكونوا عايزين ولد مثلا، فيقوموا هو يعملوك ايه كولد ويلبسوك كولد ومن دون فحص للأعضاء الداخلية، مع ان في تشويه في الأعضاء التناسلية الخارجية، يوم ينشأ على انه ولد وبعدين يكشف عليه يتعرف انه هو ايه، انه هو بنت، انه هو انثى، فده هو اللي يحول الى عشان يمنع التشبه، زي بالضبط العلماء تكلموا في ما يجوز من حلق اللحية من إزالة الشعور الشعر للمرأة، والأصل من النمص إزالة شعر الوجه، قالوا إلا لو نبت لها إيه لحية وشارب، ليه هتحلق هتزيل علشان ما تتشبهش بالرجال، خلافا للإمام الطبري غفر الله له. لكن جماهير العلماء يقولوا تحلق أو تزيل الشعر من اللحية والشارب لكي لا تتشبه بالرجال. فاحنا بنقول الموضوع ده اللي هو حدث فيه نوع من الخلل من الناس، وهو في الحقيقة نوع معين،
يبقى ياخد هرمونات من النوع اللي هو الحقيقي بتاع اعضائه الداخليه، واذا كانت الخصيه معلقه مثلا تعمل جراحه لانزالها، واذا كانت مثلا يعني هي اعضاء تناسليه انثويه تاخد هرمونات انوثه، بحيث ان هو يحصل نوع من العلاج لازاله الخنثى، وصف الخنثى.